حياك الله أخي عدنان، وحيا الله جميع الإخوة والأساتذة الأجلاء. طالما الوضع عندك هكذا أخي عدنان، إذن الأمور يعني مطمئنة، ما فيها قلق. لكن احتياطا، إذا كان النحل يسحب عندك المحلول السكري، قدم له كمية بسيطة على الأقراص مباشرة. بس انتبه، لا تفتح وقت البرد على النحل. وقت البرد اترك النحل، لا تفتح ولا تنبش أبدا فيه. أما إذا كان هناك يوم دافئ مثلا، درجة الحرارة 22 25، ما في مشكلة، افتح اعطي لكل خلية مثلا ربع لتر على الأقراص القرص مباشرة. أي قرص فاضي تحط فيه ربع لتر. طبعا الربع لتر هذا يكون محضر من الأساس محلول سكري، نسبة 1.5 سكر وواحد ماء، لأنه احنا في أوقات باردة يعني. وبالتالي نكون ضيفين على كل لتر معدل مثلا 3 حبات ليمون طازج. تفرم الليمونة فرم كامل في الخلاط، هي بقشرها ببذرها بلبها، تفرمها كامل وتضيف على كل لتر محلول سكري ما يعادل 3 حبات من هذا الليمون، وكمان 3 قطرات 4 قطرات 5 قطرات من الخل الطبيعي، وتعطي النحل مباشرة في القرص كمية ربع لتر. الأمر الثاني، إذا توفر عندك خل طبيعي، ما في مانع ترش لك على قمم الأقراص ببخاخة كل خلية مثلا 50 مل من الخل، 25 مل من الخل، كجانب تعقيمي ووقائي يعني. وإن شاء الله الأمور عندك طيبة، ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. ستتفاقم هذه المشكلة وتنتهي، لأن أنت ذكرت حوالي 15 نحلة، يعني الموضوع في بدايته وليس خطير. فإذا تبعت بهذه الأمور أو التدابير الوقائية، ما في يعني بينتهي الأمر عندك ويتعافى النحل وتصير أموره تمام. حياك الله وبارك الله فيك. طبعا أخي عدنان والإخوة جميعا، النحل مثل الطفل الصغير. إذا كان عندك استقراءات قراءات للخلية أو لطوائف المنحل، ولديك مدونات لها، ولديك انتقاء وانتخاب مسبق في إدارتك في منحلك، وعلى يقظة دوما وعلى اطلاع بكل الأمور وكل مجريات الخلية وكل إحداثياتها، يمكن بكل سهولة التعامل مع هكذا أمر من البداية، ويتفاقم وتنتهي الأمور وتنتهي المشكلة بكل سهولة. مثل الطفل عندما يكون يشعر مثلا بالحرارة أو كذا وكذا، ورأسا نقدم له العلاج فورا، تنتهي المشكلة بكل سهولة. أما المشاكل التي يعني تتفاقم في المناحل، لوحظ أنه هناك عنصران هامان جدا في تربية النحل، وهو المسكن والمأكل. المسكن والمأكل هم يشكلوا يعني العنصر الأساسي أو العمود الفقري في حياة هذا الكائن. كلما كان مسكنه مناسب ويحميه من العوامل الطبيعية صيفا شتاء، ومأكله جيد غير ملوث، موفورة لديه المقدرات الغذائية تكفيه في كل فصول السنة، تجد النحل بصحة جيدة. باقي ما تبقى من أمور أعداء النحل، الأمراض فروة كذا، يمكن التعامل معها في حينها بالطرق العلمية الصحيحة. فالقصد هنا من هذا الكلام أنه أقول دوما متابعة النحل، الأخ النحال لمنحله وقراءته الصحيحة لمعطيات الخلايا، وتدوين معطياتها وسجلات للأمور الرصيد الوراثي فيها أو التوابع الوراثية فيها، هذه تجعله أنه هو يدير منحله بكل سهولة. يعني حتى لو كان منحله 100 خلية 200 خلية، ما في مشكلة. حتى 100 خلية وال200 وال300 هي تجزأ على قفزات، على مراحل. يعني أنا عندما أتعامل مع منحل من 300 خلية أو 500 أو 1000، هل أنا أضع 1000 أمام عيني؟ لا، أجزئها 20 وثبة أولى، 30 40 50، وهكذا اللي بقدر أكشف عليه في اليوم. عفوا، بدون احداثياته ومعطياته حتى لا اربك نفسي بالتفكير في 1000 خلية او 500 او كذا او كذا. لا، افكر في الكميه اللي اكشف عليها او في العدد اللي اكشف عليه اليوم، واسجل تقرير كامل عن احداثيات ومعطيات هذه الخلايا. فكلما كان النحال متابع جيد لهذه الامور، ملم بالاداره العلميه والمعرفيه، صدقا أغلب المشاكل تهون ويسهل التعامل معها. أما تتراكم المشاكل في حين إهمال أو الجهل أو التجاهل في إدارة المنحل. بعض الإخوة يركز فقط على وقت الربيع، وقت الفيض، وقت المنتجات، يهتم بنحله بزياراته بكذا بكذا، لكن عندما يقطع العسل ويقطع المنتجات
يقطع زيارته عن المنحل. لا يا أخي ما بصير، يعني صدقا لو تأخرت أسبوعين عن زيارة المنحل أشعر إن في شيء ناقص، ما لا بد أني أكمله، فلا بد أذهب لزيارة منحلي أشوفه وأطمئن عليه. المتابعة القريبة هي يعني تجنبك خسائر كثيرة جدا، يعني في هذه الأوقات بالذات اللي هي أوقات الشتاء، خلية نفس مخزونها الغذائي، خلية القاعدة غير قوية، ممكن تقع، ممكن كذا تنجرف غطاء وقع من على الخلية، هالأمور كلها تصويبها هو يصب في الطريق الصحيح. يكاد البعض يراها أمور بسيطة وليست يعني ذات أهمية، لكن لا هي مهمة جدا يعني. فكل طلة فيها غلة إن شاء الله تعالى، يعني كل زيارة على المنحل لو صوبت وضع خلية، خليتين، كانت القاعدة خربانة، غطاءها مزيوح عنها وصوبته، أنت صوبت أمر 150 دولار 200 دولار، ممكن الخلية هذه لو وقعت، إجت رياح، إجا أمطار لا سمح الله، ممكن تهلك الخلية. فأنت زيارتك هذه وتصويب وضعها أنقذت هذه الخلية، وفي نفس الوقت لك الأجر. ليش لك الأجر؟ لأن هذه أرواح خلقها الله ونحن مسؤولين عنها أمام الله سبحانه وتعالى، طالما نحن نربيها في منحلنا إحنا مسؤولين عنها، قيمين عليها، وفي نفس الوقت نستفيد منها. يعني نأخذ الشقين، نأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى ونأخذ الأجرة مقابل منتجات هذا الكائن. فأشوف سبحان الله يعني كيف العمل مع النحل، يعني مهنة مباركة، مهنة شيقة، حشرة مباركة، رزقة مباركة منها. يعني الأمور مع النحل يعني الحمد لله تجدها يعني مباركة وجيدة. نفسيا الإنسان عندما يكون عند منحل وبيشتغل في المنحل بيكون مرتاح جدا وسعيد ومبسوط، يعني خاصة عندما يجد الأمور ماشية في المسار الصحيح بيكون جدا سعيد ومرتاح نفسيا. يعني حياكم الله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أموالكم وبلادكم وأبنائكم، ويبارك لكم في كل عمل تقومون به في كل ربوع الوطن العربي الحبيب. حياكم الله وبارك الله فيكم، أخوكم أبو أنس نجار. طبعا أخواني الأفاضل، أخي عدنان والأخوة جميعا حياكم الله. التعامل مع النحل يعني يكون في حذر شوية، خاصة بالنسبة للمواد الكيماوية والمضادات الحيوية. يكاد البعض مثلا عند مكافحة الفروة يقول عندما تستفحل الفروة عندي أكون مضطر لاستخدام مواد كيماوية كالأمتراز والأكتاز والماتيك وتكتيك وكل الموبستان ومشتقات المواد الكيماوية. يكاد عندما يحدث عنده مرض مثلا في النحل يقول أستخدم مثلا مضادات حيوية أو مضادات فطرية أو ما شابه ذلك. فعندما نرجع نعود إلى رأي العلم نجد أن التوصيات العلمية والإرشادات العلمية تقول أبدا لا داعي لاستخدام أي مواد كيماوية ولا صضاد حيوية داخل طائفة النحل. هذا بالنسبة للآراء العلمية، وطبعا هي صحيحة. يخرج لنا البعض يقول يا أبو أنس طيب إحنا كبشر عندما نمرض مش نذهب للطبيب ويعطيني عقار؟ نعم يعطيك عقار، وعندما تمرض عندك بقرة أو نعجة أو خيل أو كذا أو إبل تذهب إلى الطبيب البيطري ويعطيك علاج، ما في مشكلة. لكن ما ينطبق علينا كبشر أو ما ينطبق على الحيوانات أجلكم الله صعب إن احنا نطبقه على النحل. بكل بساطة الصعوبة تكمن وين؟ تكمن بأن هذه الحشرة المباركة التي أوحى الله إليها يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس، فبالتالي احنا بنتعامل مع منتجاتها كمواد دوائية علاجية فيها شفاء للناس بأمر الله تعالى. فهنا الحذر اخواني الافاضل، يعني لا نريد ان يكون هناك متبقيات يعني لا تاثير، يعني لا نريد ان نستخدم مواد لها تاثير على المنتجات ولا تاثير على النحل في نفس الوقت، يعني لا ضرر ولا ضرر. لانه اذا كانت هذه النحله اللي هي الوسيط اللي بيجمع لنا هذه المنتجات سواء كانت هي جمع او انتاج سواء من خارج الخليه او من داخل الخليه، إذا كانت هذه النحلة سليمة ومعافى من الأمراض ولم يستخدم معها أي مواد كيماوية بكل بساطة كان إنتاجها صحيح وينطبق عليه الشفاء للناس بأمر الله سبحانه وتعالى. فهنا يكمن الحذر. صحيح إحنا ممكن نستخدم المواد الكيماوية، لكن المشكلة يعني توابع استخدامها
أو ماذا بعد الاستخدام؟ يعني فيما لو أي أخ استخدم مثلا الأميتراز في مكافأة الفروة وأشاد بالنتيجة، قال والله الأميتراز كويس وبجيب نتيجة، طيب يا أخي ماشي الحال، ما اختلفنا، هو جاب معك نتيجة ونزل معك فروة، حدث إسقاط للفروة بعدد جيد، لكن ماذا بعد ذلك؟ ألم يكن هناك متبقيات في الشمع؟ الشمع ذواب ويمتص هذه المواد الكيميائية والروائح. ألم يكن هناك متبقيات في العسل؟ ألم يكن هناك تأثير على الملكات والذكور كجودة تناسلية في عمليات التكاثر والأداء والنشاط؟ بلى، وهذا ما أثبته العلم. فإذا إخواني الأفاضل، لا يوجد أي مبرر أبدا لاستخدام المواد الكيميائية داخل طائفة النحل مهما كان استفحل الأمر. وكما تفضل أستاذنا الجليل الدكتور بخمسة، جزاه الله عنا كل خير، وكل أهل العلم، أين كنت أخي النحال؟ وهذا ما قلته في الملفات السابقة، أن كلما كان هناك زيارات قريبة للمنحل وتتابع عن قرب ومعرفة أحداثيات ومعطيات الخلايا، يمكن السيطرة على هكذا أمور وتتفاقم من البداية وتنحل المشكلة في أبسط صورها. أما إذا تركت المناحل شهر وشهرين لا تغذية ولا متابعة ولا مكافحة فروة ولا أي شيء، فكيف سيكون حالها؟ يأتي الأخ بعد ذلك ويقول لا محال من المواد الكيماوية. يا أخي ما بصير، طالما أنك أنت ربيت النحل، أنت عندك برنامج، أنت عندك هدف، أنت عندك خطة إنتاج، فأنت حريص على منتجات خلية النحل. فبالتالي نحن نكون، يعني يجب نحن نكون حريصين على نقاء وجودة هذه المنتجات، لأنه إحنا أول الناس اللي نستخدمها، أول الناس اللي إحنا نعطيها لأبنائنا، نعطيها لأصدقائنا، لأسهارنا، لقرايبنا، لجيراننا، لكذا لكذا، نأكل منها ونعطي منها ما تيسر لدينا. فبالتالي كل ما كان هناك حرص تجد الطعم يختلف، طعم العسل يختلف، طعم المنتجات الخلية يختلف، أمورها تختلف. أما استخدام المواد الكيميائية لا، هو ضار طبعا، فلذلك يعني تجنبوا دوما استخدام أي مواد كيميائية. وطالما الحمد لله موجود المواد الطبيعية مثلا فورميك أسيد، أكزوليك أسيد، ثيمول، منتول، فبالتالي نستخدم هذه المواد الطبيعية والأحماض العضوية ونتوكل على الله. تحياتي لكم جميعا، شكرا.